نحن اليوم مع الدرس 98 من سيرة سيد المرسلين، صلوا على حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ونحن في موضوع المفاوضات التعجيزية المضمخة بالاستهزاء. حينما قلنا لم ينالوا من النبي شيئا ولم يتزحزح الحبيب قيد أنملة عن ثوابت العقيدة وأركان الدين، لجأوا إلى السخرية وطلب التعجيز، طلبوا الآيات. والله تعالى بيّن لنبيه أنهم لا يسألون هذه الآيات للإيمان، ولكن لكي يعجزوا النبي. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، خذلوا قال الملائكة، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. الله تعالى حكم سبحانه، فطلبوا أشياء ليعرفوا بها فضل النبي عند ربه، يعني طلبوها له، وأشياء طلبوها له ليعرفوا منزلته عند الله، وأشياء أخرى للتعجيز. فبدأنا الأسبوع الماضي نتحدث عن الأمور التي طلبوها لهم. فطلبوا ماذا؟ ماذا طلبوا؟ كنت عاقلوا؟ أن يسير جبال مكة. ما معنى يسير جبال مكة؟ قالوا إن أرضنا ضيقة. من الذي ضيقها؟ الجبال. فسيرها يا محمد، ادعو ربك يسيرها ثم يوسع هذه الأرض. ولكن وخى يوسعها ويقلع الجبال بقي قاحلة، إذا فجري فيها الأنهار حتى تخصب الأرض. إذا ثلاثة أصوات: الجبال تسير، والأرض توسع، والتربة تخصب، والمياه تفجر. قال الذين كفروا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فجر الأرض ينبوعا. قلنا في الجمعة الماضية، هل يطلب من الدعاة إلى الله تعالى أن يحل الأزمة الاقتصادية بالنسبة للأمة؟ هل من صميم مهامهم أن يحلوا مشكلة الناس المادية؟ وش هذا مطلوب من الإنسان الذي يدعو إلى الله تعالى أن يحل، يعني هو يخص يدبر لهم الخدمة، هو يخص كاين شي ناس نسأل الله العفو والعافية يأتون إليك ليسألوك أمورا غريبة، يقول لك راه عندنا الزبل حض الدار، روح رفدونا هذاك المهمة نتاع البلدية. أيؤتى إلى العالم فيسألوه أن يقوم بتنظيف الشوارع؟ هاك وش تخربق لكم انتم في العقل؟ الداعية إلى الله تعالى مهمته البلاغ، أن يبين هل له دور في حل الأزمة الاقتصادية، ولكن دور غير مباشر، يوجه الناس، يدعوهم إلى العمل، يحثهم على الاجتهاد، يخوفهم من الكسل، يخوفهم من خيانة الأمانة. الداعية إلى الله تعالى يبين، الداعية إلى الله تعالى يوضح، الداعية إلى الله سبحانه عز وجل مهمته أن يربط قلوب الناس بالله، أن يرد شرودهم إلى دين الله. ليس من مهام الداعية أن يقوم بتوفير الخبز للناس. هل مطلوب منه أن يوفر الخبز للناس؟ لكن يقول لهم اعملوا فإن العمل عبادة، ويقول لهم مع العمل اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو يدعو الناس إلى هذا، لكن أن يكون مسؤولا على أن يحل أزمة السكن عند الناس، وأزمة البطالة عند الشباب الخريجين، وأن يحل أزمة الخبز عند الأفواه الجائعة، وأن يحل أزمة العنوسة عند الغير متزوجات، وأن يحل مشاكل تأدية فواتير الماء والكهرباء للعاجزين، هذا ليس من مهامه. خصهم يفهموا هذه، خصها تفهم هذه.
واسمو درتو لنا انتم اللي راكم تظلوا تهضروا. انا مهمتي الهضره، انا ربي قال لي هضر. سيعاقبني الله تعالى اذا سكت، واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا هو الميثاق الذي اخذه الله على العلماء والدعاة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة، هذه مسؤولية هذا الناس. فلا تحملوهم ما لا يطيقون وما ليس من صميم مهامهم. إلا بغيت نعمل سيدي الأزمة تاع السكن روح لوزارة الإسكان، وإلا بغيت التوظيف روح لوزارة التشغيل، وإلا بغيت مشاكل اقتصادية روح لوزارة الاقتصاد. ونقول لك نقول لك روح للولاية، روح للممثل تاع الحكومة اللي يعتبر رئيس جميع المصالح الجهوية. هنالك تطرح المشاكل المادية التي يعاني منها الناس، أما الجامع فمهمته أن يبلغ، أما أن أوسع الأرض وأن أزيل الجبال وأن أفجر الأنهار وأن أحل مشكلة الاقتصاد وأن أقوم إن شاء الله برفع الإنتاج الفلاحي وأن هذا ليس من مهام هؤلاء. لقد أخطأتم العنوان حينما صرتم تطلبون من الدعاة كل شيء. لقد حملتموهم ما لا يطيقون حتى أشغلتموهم عن مهمتهم. مهمتهم بعد راه ما كاش اللي يقوم بها، فإذا أضفت لهم مهام غيرهم إذا بثقل آخر وضعتموه على كاهلهم قد يعطل مهمتهم. خصك تعرفوا هذا الشيء الوقت. وأنا والله ندحشم يجيو مثلا كل نهار 10 11 كل واحد يقول لك اسمحوا لي الجامعه انا بغيت ولدي كذا، انا بغيت بنتي كذا، انا عندي مرض، انا عندي كذا، انا راه عندي الكونسير، انا مرتي فيها كذا، انا كذا. يجيو في الليل وفي النهار وفي الخدمه وكذا. غادي حتى خدمتك ما تخدمهاش. نقول ما ودي تقسموا شويه، روحوا شويه للجوامع. انا نعرف بها الا الرحمه انما تلتمسوها في المساجد، انا عارفها. وأنكم إذا ذهبتم إلى العنوان المناسب فلن تستقبلوا، وإذا استقبلتم فبي ضيق شديد. معليش والله يا سيدي إلى شحال من مرة وما يحتجوا عليا. نقول لك اللي كنخدم معاهم في الإدارة اللي كيحتجوا عليا كيقول لي واش هذه إدارة عندها مصلحة خاصة وأنت مسؤول تاع مصلحة خاصة في الإدارة كتقوم بأعمال أخرى، ويجيو الناس يبقوا جالسين واحد حدا واحد، واحد جايب تاع الدواج يقول لك راك شوهتونا الإدارة. هذه ماشي شيت مركز اجتماعي يستقبل تظلمات وشكايات الناس. مالك هذه ما نبغيش نقولها دائما ولكن خصني نقولها اليوم. يعني أنت مضايق عليك حتى في عملك. ليس من مهمتنا أن نخصب الأرض ولا أن نجري الماء ولا أن نعالج المرضى ولا أن نحل مشاكل السكن ولا مشاكل البطالة. فلكل مشكلة مصلحة يلتجأ إليها. هذه واحدة. مسألة ثانية، حينما طلب المشركون من رسول الله أن يجري الأرض يا نبي وأن يوسع الأرض حتى تخضر جزيرة العرب وتحل مشكلة الجفاف ومشكلة شدة المؤونة، هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام والدعاة من بعده هل معنى ذلك أنه سيتخلى عن هذا الأمر كله؟ سيتخلى عن هذا الأمر كله؟ هو حينما صار عليه الصلاة والسلام حينما هجر من مكة إلى المدينة وانتقل من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين وصارت له دولة،
صلى الله عليه وسلم قام بتنظيم هذه الدولة وجعل لكل مجال وظيفة وعلى كل وظيفة مسؤول لكي يحل هذه المشاكل. نعم، إذا آل الأمر إلى الدعاة ما بقوا شايتي في الجوامع وتحملوا المسؤولية، فعليهم إذن أن يوفوا بما التزموا به أمام الشعوب. كانوا من قبل في المساجد، وإذا توجه إليهم الناس لهذه المشاكل المادية كانوا مخطئين، لكن الآن حينما صاروا فيما صاروا إليه وانتقلوا من الدعوة إلى الدولة، الآن إذا التجأ إليهم الناس فإنهم قد التجأوا فعلا إلى العنوان الصحيح. إذا طلبوا من هذه الحكومة أن تحل هذه الأزمات، وإذا طلبوا من هذه الحكومة أن تعبر عن نبض الشعب، فإنهم يطلبون حقا شرعيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبحت لهم الدولة، أصبحت لهم وزارات، أصبحت عندهم إمكانيات، أصبحت لديهم الآليات، والشعب يعول عليهم. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حل مشاكل السكن بالنسبة لكل أصحاب المدينة، وكان في بدايته الأولى في تأسيس دولة المدينة. كيف حلها؟ وخاصة أولئك الذين كانوا يأتون من بعيد لنصرة رسول الله ولا يجدون مأوى يأوون إليه. أين كانوا يأوون؟ فين؟ آواهم رسول الله في المسجد. يا الله، في المسجد للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا، لم يكن لهم مال يضاربون به، ولم تكن لهم فلاحة يهتمون بها، ولم يكن لهم نشاط اقتصادي، ولم يكن لهم مأوى. من الذي جعلهم يفرون من تلك القبائل ويأتون إلى مدينة رسول الله؟ هو نصرة الإسلام. والنبي لم تكن له الإمكانيات الكبيرة لكي يحل هذه المشاكل، فآواهم في المسجد. 300 من أهل الصفة كانوا قد آووا إلى المسجد، المسجد أصبح مأواهم. وكان الصحابة بإشارة من رسول الله أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يشرك في طعامه الواحد من أهل الصفة والاثنين، وعلى قدر طاقته وعلى قدر ما يجد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الحلول العملية، هي مش حلول كبيرة، ولكن حلول تتناسب مع الزمان والمكان والإمكانيات للدولة الناشئة. كانوا الناس فاهمين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مات أحد المسلمين يسأل هل عليه من دين، فإن كان عليه دين يقول صلوا على صاحبكم، وإن كان بريء الذمة من حقوق الآخرين صلى عليه. فاش في بداية الدولة، فلما امتلأت خزائن المسلمين بعد الانتصارات قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا في لورثته مباشرة الحل، ومن ترك دينا عليه فدينه علينا نحن نؤديه عن دولة الإسلام. الله، إلى درجة أن أصبحت دولة الإسلام بعد ذلك تشارك في حل كل المعضلات، السكن، الزواج. في عهد عمر بن عبد العزيز دولة الهداية وليست دولة الجباية كانت تتكفل باش بكل ما يقيم حياة الفرد الكريمة، يوفر جميع الضروريات. بل لقد وصل الأمر بأمة رسول الله كما تنبأ بذلك الحبيب أن كان المسلم يخرج في طول وعرض العالم الإسلامي يريد إخراج الزكاة فلا يجد من يقبضها للرخاء الذي عم. خرج عمر بن عبد العزيز في أرجاء دولته فوجد رجلا فسأله قال من أين جئت يا رجل؟ قال من بلد كذا. قال كيف تركت الناس هناك؟ هو لا يعرف أن الذي يسأله هو عمر أمير المؤمنين. قال تركت الخير موفور والفقير مجبور
والظالم مقهور. الله، ما يعرفش عمر، ما يعرفش. تركت الخير موفور. ايه يا سيدي، الاسلام فين يوصل الناس؟ والفقير مجبور والظالم مقهور. فسجد لله شكرا ان سمع من رجل عادي لا يتملق، وليست هنالك كاميرا تصوره لكي يزور الكلام، فقال الحقيقة، قال: ما قاله الأعرابي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولذلك أنا كنقول لإخوان الطلبة والخريجين اللي كيحرقوا روحهم الآن في الرباط مع بداية الحكومة، اسمحوا لي أقول لكم على القضية، أنا لا ألوم الخريجين الذين يريدون أن تحل مشكلة البطالة، لا ألومهم على الاحتجاج، فالاحتجاج السلمي مشروع حتى يوصلوا كلمتهم إلى الحكومة، هذه مسألة مشروعة، لا يعيبكم أحد، ما ننكرش. المسألة التي تعاب غادي واحد العدل ما يقبلش، واسمع المسألة، أن يحرق الإنسان نفسه، أن تحرق نفسك بالنار من أجل وظيفة، الله يحسن عونك، اسمح لي، ما تفهمنيش غلط، اسمح لي، الله يجازيك بخير، حقك هذاك. وهذه الدولة وغيرها من الحكومة السابقة كان عليها ولا زال واجب أن توجد الحل للشباب، زيان، لكن أن يصل الإنسان إلى درجة أن يحرق نفسه، هذا حرام، حرام أن تقتل نفسك. وبالنار صاحبي، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا الذي أشعل النار في نفسه اللي اسمه البوعزيزي، والذي انتلعت بسبب هذه الحركة الربيع العربي في المشرق والمغرب، لم يكن يقصد أبدا هذا الذي وقع، أحس بالغبن ووقع له ما وقع، وهو صاحب شهادة وكان يشتري الخضر ثم يؤخذ منه عنوة، ثم يشتري مرة أخرى فيؤخذ منه عنوة، إلى أن جاءت تلك الشرطية فصفعته فلم يرضى، حينما ذهب لكي يشتكي أولا فلم يسمع له، وذهب ثانية ولم يسمع له، وفي المرة الثالثة لم يجد أحدا يسمع له، فأراد أن يعبر على استنكاره وعلى ثورته حتى يسمع الناس له، فأشعل في نفسه النار. أما أن تشعل النار في جسدك حرام. اسمعني يا أيها الشاب، يقول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من قتل نفسه بسم ازدرد فسمه في يده يزدرده خالدا مخلدا في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديد أي بسكين فحديدته بيده يقتل بها ويطعن بها نفسه خالدا مخلدا، ومن ترد من شاهق أي ألقى نفسه من أعلى قمة جبل فهو يترد من شاهق في جهنم خالدا مخلدا. الله يرحم والديك، هنايا مظلوم، دولك حقك وتمشي عودك لجهنم، عودك يوم القيامة تخسر زوج صوالح، تخسر زوج صوالح يا صاحبي، تخسر هنايا انت يا ما خدام ما والو، ما كاش قاعد يسمع لك، وتزيد تحرق روحك باش تمشي لجهنم، يقول لك سيدي ربي هذا بنيان الله، كيف ابحت لنفسك ان تحرق بنيان الله وتهدمه، هذا ماشي ديالك، احنا عندنا لو كان قاعد تكون تموت، تموت بالجوع، اجاز لك ضروره ان تاكل حتى الحرام لكي تحفظ النفس، النفس تحفظها وخاب الحرام، انت تقتلها في الحلال. نحن نعرف شبابا لا يعملون لكنهم يجتهدون، عندهم امال، ما يمشيش يوصل روحه يحرق روحه يا صاحبي، حرام عليك ايها الشباب ان تحرق نفسك. والمساله الثالثه، هذه الحكومه ان شاء الله تبارك وتعالى ستقوم بواجبها، هذا ظننا بها، ياك، فنسألكم أن تعطوها بعض الوقت،
هذه عاد جديدة، هذه حكومات سابقة فعلت الأفاعيل وجاب ربي سبحانه عز وجل هذه الحكومة التي عرضت برنامجها الحكومي بالأمس، والذي تضمن إشارات يرجى منها إن شاء الله تعالى تفريج بعض الكرب، فلنعطيها بعض الوقت، نحرقوا روحنا في النهار اللي تعرف فيها البرنامج. ماشي بزاف صحيح. لا إله إلا الله. إذن فالمشركون حينما طلبوا من رسول الله أن يحل أزمة الاقتصاد، فالله تبارك وتعالى يقول لهم إنه في مكة، اسمه هو داعي إلى الله، ليس له هذا. وفي المدينة حينما صارت إليه الدولة كان يقوم بحل الأزمات على قدر المستطاع وبما تتيحه الإمكانيات التي توفرت عليها دولة المدينة بقيادة رسول الله. كان زوج صوالة، الداعية اللي بحال السيد اللي دار في الجامع، هذا ما تقول له شيء تحل لي المشكل، دبر لي على السكنة، دبر لي على كذا، أنا ماشي خدمتي أنا. لكن لو كان أنا كنت في الحكومة تجي عندي وتدقوا عليا وتقول لي انت مسؤول عن الاسكان، الله يرحم والديك، فين وصل البرنامج نتاع محاربه السكن العشوائي؟ فين راه برنامج تاع مدن بلا صفيح؟ فين راه برامج التهيئه العمرانيه؟ يسالوا عنها هؤلاء. احنا الا بغيتوا نحلوا لكم المشكلات هذا الاختصاص ما نقولوا، نقولوا للناس اتقوا الله وخرجوا الزكاه. يا اللي عندكم الزكاة حاولوا ما أمكن إن شاء الله تبارك وتعالى اشريوا شي شقة لشي ناس يتامى. احنا ندعوهم إلى الخير فقط، نحن نبلغ. هذا عن الطلب الأول، وهم أنهم طلبوا من رسول الله في زمن الدعوة أن يقوم بأمور ليست في مقدوره ولا بيده ولا يتوفر على الإمكانات التي تعينه على تحقيق مطالبهم. مطالب الثانية، قالوا إذا لم تكن أنت بمقدورك أن تحل مشكلتنا، زيد ذاك اسمه الدير، حل مشكلتك أنت. حل مشكلتك أنت، فلتكن لك بيت زيد من زخرف، خصك يكون عندك قصراص من ذهب وفضة، زيد واسم اخر، قصر من ذهب وفضه، زيد واسم اخر، وان تكون لك جنه من نخيل واعناب وتكون فيها مياه متفجره. تخيلوا معايا كيفاش بغاو هذا الداعيه الا الله كيكون عنده فيلا. اسيدي ما قديت شايت تحلنا المشكله وتخلينا نعيش في بحبوحه من العيش، ما قدرتش. ارانا حنتي ديك انت لكي نعرف منزلتك عند الله، يميزك الله تعالى علينا باش يعطيك قصر بيت من زخرف. ما معنى زخرف؟ بالذهب والفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وكبير زيد ومدور بواحد الحيط كبير، وهذاك الجنان واسمه فيه جميع أنواع الثمار، وفسطه واسمه المياه المتدفقة. يا الله، معناه لا تدعو إلى الله إلا إذا كنت واسمه، إذا كنت واسمه مرفة. كأن الدعوة إلى الله تعالى إنما يقوم بها الأغنياء. يعني إذا كنت تبلغ عن ربك فليبين لنا ربك منزلتك عنده، ولا نعرف منزلتك عنده إلا بمؤشر واحد، وهو أن تكون ممتلكا للمال متميزا على الناس في الممتلكات. تكون أنت رقم واحد في الممتلكات. وراه عرضوها عليه ولا ما عرضوهاش عليه؟ واش عرضوا عليه في المفاوضات؟ ما عرضوا له، قالوا ان كنت تريد مالا ان كنت تريد ملكا. ولكن شوف هنا الاخر، قال له احنا نقدر نوفروا لك هذا الشيء، لكن لما رفض قال له وقل لربك يوفر لك هذا. الله، باش نعرفوا بين لقد استغنيت عنا حقا واستغنيت عن اموالنا وعن ممتلكاتنا حتى لا تمتد عينك للنظر الى اموال الاخرين. فين رمي هضروا هذا وفين رمي هضروا؟ فين رمي هضروا هذا؟
كأنهم يريدون من الدعاة إلى الله أن يكونوا أغنياء أثرياء، كأن الدعوة إلى الله لا ينبغي أن يتحملها إلا من كان ممتلئا منتفخا، منتفخ البطن تجري الدماء في وجنتيه من كثرة الأكل والشرب والنعيم. هذا اللي عنده هذا القصر من الذهب وعنده هذا الجنان من الفواكه، هذا غادي قاعد يخرج يدعي لسيدي ربي سبحانه وتعالى، هذا قاعد غادي ينوض قاعد بالفراش، هذا قاعد غادي يهتم بالاخره. انت يا محمد صلى الله عليه وسلم تدعونا الى الله وربك يتركك تنام على الحصير فيؤثر على جنبك الشريف. مالك؟ يدخل عمر على رسول الله فيجده نام على الحصير وقد اثر الحصير في جنبه بابي هو وامي ونفسي له الفدا صلى الله عليه. فيبكي عمر فيقول ما يبكيك؟ قال وقد ذكر كسرى الفرس وقيصر الروم عدوان من عداء الله ينامان على الأسرة يجلسان على الأرائك يأكلان أنواع الطعام يشربان ألوان الشراب وأنت حبيب الله وخيرة خلق الله تنام على الحصير فيؤثر على جنبك الشريف وأجل ببصري في بيتك الذي تنام فيه فلا أجد فيه ما يأكله ذو كبد الرطبة. علاش ما يبكيش؟ علاش؟ شو الميزان اللي كيوزنه حتى سيدنا عمر في الإسلام؟ شو الوزن هذا؟ الكفار عندهم المال وعندهم الأسواق عامرة وعندهم 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 تبارك الله، والمسلمين يموتوا بالجوع في الصومال وفي بنغلاديش. يا سبحانك يا ربي يا مولانا الكريم، هذو أحبابك وهذو أولياءك، هذو يصلي ويعبدوا ربي ويبكيوا لك، ومساكين هكذا عايشين في هذا الفقر المدقع، وهذوك الكفار تبارك الله أعطالهم الشتاء ربي ما تريدش، وأعطالهم الجو الرطب، وأعطالهم الأرض الخضراء، وأعطالهم أنواع الفواكه، تأتيهم الخيرات من كل حدب وصوب، وأمة رسول الله تعيش الفوضى وتعيش القتلى وتعيش الجوع وتعرف الطابورات العيش. الحصول في على رغيف من سابع المستحيلات وهي أمة محمد. كيف دارهاش؟ شوف الناس كده واحد العدد كيقولهاش أنتم العرب لو كان فيكم شي خير لو كان تبارك الله بعد ركوة غير قاتلكم غير الشر، قاتلكم غير الجوع، قاتلكم غير كذا، لا خدمة لا يدمة، ترمي روحكم في البحر، ديروا كذا ديروا كذا. شو سيادك؟ يا استغفر الله سيادكم، شو من سياد الناس؟ الكافر يكون سيد انت سيد من؟ سيد من سيد مشركا فقد أغضب الله في سمائه. الله اسم سيدي شنو قلت؟ هذا كفر يعطي سيد ربي. تعرف إذا كان سيد ربي يعطيك الخير وانت تزيد تعصيه فاعلم أن ذلك استدراج من الله. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شو الميزان؟ شو أعطنا ربي المال وأعطنا الأولاد إذن ما يعذبناش في الآخرة؟ قال لهم سيدي ربي أيحسبون ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنه استدراج، إنه استدراج، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما. أشرك تقول أنت؟ أشرك تقول؟ إذا أنت يا رسول الله سيد الخلق وتنعس على الفراش، تنعس على الحصيرة وتأكل خبز الشعير وما أكلت على خوان قط. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يعيش عيشة الطرف أم كان لا يستطيع؟ هو كان يستطيع على خلاف الدعاة، هو كان يستطيع ومع ذلك آثر هذا العيش لكي يستشعر معاناة هؤلاء المؤمنين ولكي يكون قدوة للدعاة إلى يوم القيامة. كان بالإمكان أن تسير معه جبال تهام ذهبا، بل لقد عرض عليه جبريل من قبل ربه أن تسير معه جبال تهامة ذهبا تسير معه حيث سار، فقال يا رب إنما أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. ما بغيتش أنا هالشي، ما بغيتش أنا هالشي، ما بغيتش أنا، ما بغيتش. هذا هو. إذن فكان عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة صلى الله عليه وسلم لا يريد حالة الترف، فإن الذي يدعو إلى الله تعالى يدعو إلى الله، ومن امتلأ قلبه بجلال الله استصغر كل شيء إلا الله وما عنده من أجر في الآخرة. عظمت الآخرة في قلبه
من عظم الله عظم الآخرة وعظم حرمات الله، وأصبح يتلذذ بالدعوة إلى الله وبما يصيبه من أذى في سبيل الله. قل لي بغيت، هو عاش لله، عاش لله سبحانه عز وجل. السؤال الثاني، هل يمكن للداعية أن يكون غنيا؟ قولوا لي، هل يمكن للداعية أن يكون غنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يكون غنيا، كي دار هالغنى؟ واسمه الغنى المطلع، آثر أن يكون غني، واسمه الغني؟ هو غنى القلب. فإذا امتلأ القلب بالله والآخرة لا تجد الدنيا فسحة في القلب أبدا، إنما تصير في يده، يسخرها في خدمة دعوته، تصير الدنيا وسيلة يخدم بها دينه. الله، علاش؟ لأن القلب عامر باش بالآخرة، بصيد ربي، بحبه للإسلام، لا يلتفت. ولذلك سيد ربي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى التفاتك بعينيك إلى زينة الحياة الدنيا التي أعطيتها للآخرين ينبغي أن تنتهي عنها يا رسول الله، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك الإيمان خير وأبقى، هو خير من ذلك الرزق وهو أبقى، لأن هذا الرزق اللي يعطيه لك وخمزيان، ولكن ربما لا يبقى، يفنى تاع الدنيا، صح تاع الآخرة يبقى لا يفنى. إذن فهل يمكن للداعية إلى الله أن يكون غنيا؟ قولوا لا. واش يمكن يكون غني ولا ما يكونش غني؟ واش الداعية يمكن يكون عنده المرسيدس وتكون عنده الفيلا ويكون عنده ولا ما يكونش غني؟ تبان غير تشوفوا فيا. وما العيب في ذلك إذا امتلأ قلبه بالإيمان وكانت الدنيا في يده كما قال رسول الله: نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، بيدي بيدي بيدي. الداعية إلى الله الغني يفيد هذا الدين، ولذلك كان السابقون الأولون للإسلام من العشرة المبشرين كانوا كلهم أغنياء. أبو بكر سيد الخلق بعد الأنبياء من أغنى الناس، تاجر تاجر. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة من أغنى الناس. عثمان بن عفان من العشر المبشرين بالجنة من أغنى الناس. طلحة بن عبيد الله من أغنى الناس. الزبير، سعيد بن زيد، يعني أغلب العشرة المبشرين بالجنة السابقون للإسلام كانوا أغنياء. لقد تصدق أبو بكر بماله كله لنصرة الإسلام، لقد تصدق عبد الرحمن بن عوف ب700 بعير محمل بالمؤونة أيام كانت المدينة تعاني الجفاف وشدة المؤونة. سمع أهل المدينة ضجيجا لقافلة والغبار يتطاير فظنوه جيشا يهجم على المدينة، وإذا بهم يأتي المستطلع بخبر قدوم أكبر أكبر قافلة تحمل المؤن. لمن؟ لمن؟ لعبد الرحمن، والأخرى لعثمان. فجاءوا إلى سيدنا عثمان، قال: يا عثمان، نعطيك بالدرهم درهمين. قال: أعطوني أكثر. قال: نعطيك بالدرهم در 3 دراهم، 300%، حتى وصلوا أن نعطيك، قالوا، 5 دراهم لكل درهم. قال: لقد أعطوني أكثر. فغضب تجار المدينة وسماصرتها فقالوا: نحن أغنى الناس وأعرف الناس بالسوق، لا يستطيع أحد في المدينة أن يعطيك 5 دراهم في الدرهم. يا عثمان، تبلنا كرشك بحل شوية زمان. قالوا: نعم، أعطاني ربي بكل درهم 10 فهي في سبيل الله. فقراء يا الدعاة، يا يا الدعاة إلى الله، يا الدعاة إلى الله، منين تزوج الدعوة بالفلوس؟
احنا دائما يقولوا تتزوج السلطة بالمال، إذا تزوجت السلطة بالمال وقع واسمه الاستبداد، الحفاظ على الكرسي، والفساد بالمال. زوج كيتزوج السلطة وكيتزوج الدعوة بالمال واسمه يوقع، تتزوج الدعوة واسمه يوقع، واسمه يوقع نشر الدعوة واستثمار المال في مشاريع دعوية تعود على الأمة بالخير في الدنيا والآخرة. نحن نريد للدعوة أن تتزوج بالمال. معنى الدعوة تزوج بالمال؟ شكون اللي تكون حاكمة، الدعوة ولا المال؟ الدعوة هي الحاكمة، ماشي تزوج المال بالدعوة. إذا تزوج المال خطب المال الدعوة. كاين شي دعاة إلى تحرك يتحرك في بروميير كاتيجوري ويطلب لوطيل خمس نجوم ويطلب حتى السيارة اللي تركبو أشمن كلاس عندها، ويطلب حتى البيت اللي يكون عنده فلوطيل خمس نجوم، ذاك البانيو ديال الدوش كي داير، هذا كاينه كاين. والمدير ديال الأعمال ديال يوسف تكبرية وكيقول لك ها وشحال عندي في النهار، عندي نعم سيدي 1000 أورو في النهار. الله أقسم بالله لا نعرف إلى دعاة مشهورين في التلفزيونات وفي القنوات، والله ما يتحرك مسي ولا تحرك معه جيش، جيش واسمه جيش يدير واحد الدرس اللي دائما راه يديره ما يزيد لهم والو. حتى بقى يبكي واحد الداعية مغربي، كان مع واحد الداعية مصري استقدموهم في إحدى المؤتمرات، بقى يبكي ذاك الداعية قالوا سبحان الله شوف أنايا من اللي مغربي كيديروا لي يبيتوني في الجامعة والآخر 5 نجوم وكذا وكذا وكذا. شو انت المغاربة كي دايري؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل يمكن للداعية أن يكون غنيا؟ فوقاش بشرط، اسمه الشرط، اسمه الشرط، اسمه الشرط، أن يكون غنيا بالإيمان أولا، وإذا اغتنى بعد ذلك ماديا فلا خوف عليه. لماذا؟ لأن الإيمان الذي ملأ قلبه سيوجه المال لخدمة الدعوة، لأن القلب المليء بالله ورسوله والآخرة قد سد كل منفذ لدخول الدنيا. فالدنيا تصير في قلب مؤمن مليء بالله تصير في يده مادة باليد هذه تتحرك والقلب فيه الله. وإذا افتقر الداعية إيمانيا، وما أكثر فقر الدعاة في عصرنا بالإيمان، ولو ارتفع صراخهم كصراخي، ولو أظهروا الصدق نفاقا كنفاقي. شوف يا سيدي شوف، خلت قلوب الكثير من الدعاة فافتقرت للإيمان، وإذا بالدعوة عندهم وسيلة لجمع المال. هذاك واحد تكبر واحد كذا واحد، واحد الداعية مشى لفرنسا، نعرف مشهور، مشى لواحد المؤتمر واستقبلوا واحد العالم تونسي نعرفه إن شاء الله تعالى. المهم من اللي استقبلوا في المطار وركبوا في السيارة هذا إن شاء الله تبارك وتعالى من الليبيين، هذا صعب الثورة، هذا العالم هذا اللي استقبل هذا المصري. حصل بقى يقول له يا بني واش هذه السيارة، يا بني يا بني. قال له كيف تقول لي يا بني؟ إن كنت تعتبر أنك أكبر مني سنا فأنت مخطئ يا شيخ، أنت زايد في 55 وأنا زايد في 53، أنا أكثر منك، أنا غير واسمه هو رقيق شوية وعندي القرافات نبان صغير. وإن كنت تقصد يا بني البنوة في العلم، أنا صغير في العلم، أنت ما زال ما عندكش الدكتورة في الشريعة، أنا رأى عندي الدكتورة في الشريعة يا سي محمد، أنا لست ابنك لا في الدم ولا في صغر السن ولا في العلم. تواضع وارجع من تما. الله ما قبلش ما قدرش، خصني أنا نكون باكم تام حالي بحال الأخوار. النبي كان يأكل شوف قدوتنا سيدنا رسول الله كان ياكل الطعام ويمشي للسواق. انا حيرني هذا سيدي رسول الله، انا والله لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حيرني، خير الخلق اجمعين اعلم الخلق على وجه الارض، وكتجي عنده المراه السوداء فتاخذ بيدي. شوف 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 انا هذا هو اللي حيرني هذا، وتصيب واحد السيد عنده 4 تاع الكلمات ويولي الله يحفظه اجتمعت واسمه يبغي يولي. اتق الله وتوضع ربك
لأن الإيمان والعلم كلما ازداد عندك ازدادت خشيتك من الله. العلم الحقيقي هو الذي يورث خشية الله. رأس العلم والحكمة مخافة الله، ولا خير في علم يطغيك. ألم تقرأ قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب. أيريد الإنسان أن يصير إلى هذه الحالة وهذا التصوير الفن الرائع لمن ترك الآيات والعلم واتبع الدنيا فحول المقصد إلى وسيلة يطلب منها الفاني؟ والكلب راكو تشوفه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مول الدنيا غي يلهث غي يحسب غي يحسب. هل يمكن للداعية أن يكون غنيا؟ قول لي عاو يمكن. متى؟ لا يخشى عليه إذا كان غني القلب. فإذا اغتنى قلبه بالله وبحب الآخرة كل ما يأتيه من مال يكون في يده يسخره للدعوة. وكذلك كان السلف الصالح بعد صحابة رسول الله. كان عبد الله بن المبارك تجارته تسير بالملايين، وكان يقول لعلماء عصره ولطلبة العلم: إذا احتجتم إلى المال فأتوني، لا أريدكم أن تترددوا على أبواب السلاطين، لأن العالم إذا رأيتموه يتردد على أبواب السلاطين فاتهموه في دينه، فإن السلطان لا يعطيك شيئا من الدنيا إلا إذا أخذ شيئا من مروءتك. إلا بغيت تكون داعية لسيد ربي وخليك بعيد، نقولها لك نيشة. إلا بغيت تكون داعية لسيد ربي نيشان، بعد على ذوك البيبان وبعد على الشبه حتى يأتيك اليقين. ثانيا، هل يمكن للداعية أن يكون فقيرا؟ قولوا واش داعي يمكن يكون فقيرا؟ يقول متى ينجح الداعية الفقير إلى الله؟ متى؟ إذا كان غني القلب أيضا بالإيمان. المهم واسمه الأصل. أيها الداعية، إذا كنت موصول القلب بالله حددت غايتك في نصرة الإسلام، لا يخشى عليك بعد ذلك من كثرة ذات اليد أو قلتها، لأن الموجه وهو القلب فيه الله والآخرة. فإن أعطيت المال فالمال الصالح بيد الرجل الصالح يستعمله لخدمة الصالح. وإذا كان المؤمن الداعية إلى الله فقيرا فهو أثبت الناس على الطريق، بل قال الإمام الشافعي: يكفي العالم علمه، يكفي العالم علمه، لأنه رزق الرزق الأعظم. فما أوتي العبد بعد نعمة الإيمان بالله تعالى بالعلم، يكفيه العلم دياله، يكفيه العلم دياله. فارتفع أيها العالم واشمخ أيها العالم، لا تكبرا ولكن رفعة للعلم كما أرادها الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من الذي رفعهم؟ من الذي رفعهم؟ تقول اسكتوا، من الذي رفعهم؟ الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولذلك تجد العلماء في تاريخ المسلمين منهم من كان تاجرا غنيا فأفاد الإسلام والمسلمين كثيرا، ومنهم من كان فقيرا كالإمام أحمد وأفاد الإسلام كثيرا. هذه من بكري إلى اليوم. لا إله إلا الله. إذن الرسول الأكرم طلبوا منه أن يسأل الله أن يبين لهم منزلته عنده بأن يجعل له قصرا من زخرف، وأن يجعل له جنات، وأن يجعل في الجنات أنهارا. بغيت تدعي سيد ربي بينحن تيديك بين أنت تتميز عن الناس، هذه باطلة. إن شاء الله تعالى كاين ثلاثة نتاع الناس اليوم هنا ديال العمل الاجتماعي نوض أخويا الله يجزيك بخير. هذا عنده ذيك البنية كنا درنا لها واحد القسم اللي كانت صغيرة هذه عامين نتاع الرجل، درنا لها الصباط
والان كبر عليها كبرت رجلها خصها صباط جديد هذه 3500 درهم. الاخ نتاعنا يمشي دائما للرباط وراه عنده يعني لهنا في لاهونش هذا الشيء عنده الاخر العمليه كيمشي للرباط وهذاك الشيء هما الاخوان نتاعنا ان شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير. وكاين واحد الاخت راه غادي تجي هنا عندها واحد 50 متر في 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 في, في ذيك جيت واد كي سموها حي النصر وذيك الجهه بغات لي عاونها واحد الارمله ان شاء الله تبارك وتعالى. اما الكلمه نتاع اليوم الخاصه فهي حول موضوع اسمه الموضوع لقد سقطت فزاعه الاسلاميين بعد الثوره العربيه هذه معروف فلم يعد العلمانيون يخوفون بها الغرب بل اصبح الغرب هو الذي ينادي بالتعامل مع الحركات الإسلامية التي أفرزت صناديق الانتخابات أفرزت النتائج في صالحهم. وزير الخارجية الألماني تحدث عن هذا كثيرا. الأمريكيون الآن يفاوضون الإخوان المسلمين معروف رمي فوضهم ولو أن إسرائيل رفضت ذلك بشدة مزيان بل لقد خطوا خطوات إيجابية أخرى ففي هذا الأسبوع ولاية هامبورغ بألمانيا اعترفت بالإسلام رسميا اعترفت وأصبح الإسلام في ولاية هامبورغ بألمانيا مثله مثل الأديان كلها الآن المسلمون في ألمانيا خاصة في ولاية هامبورغ لهم الحق زيد في بناء المساجد كما يبني الآخرون من أهل الديانات دور عبادتهم لا يضايقون سمعت أزيد وغادي تكون إن شاء الله الصومعة ويكون الأذان هذه وحدة الآن من حقهم أيضا أن يبنوا المدارس ويكون الإمام موظف تخلصوا الألمان والأستاذ اللي يقرر العربية والتربية الإسلامية تخلصوا الألمان إذن هذه إن شاء الله تبارك وتعالى من فتوحات الربيع العربي من فتوحات الربيع العربي أن النرويج من البلدان الإسكندنافية في هذا الأسبوع صدر قرار وزاري يسمح للمسلمات الشرطيات والقاضيات أن يزاولن أعمالهن بالحجاب اسمع اللي كنت حرب الحجاب في المغرب سمح للشرطيات المسلمات وللقاضيات المسلمات وللموظفات المسلمات أن يزاولن أعمالهن الرسمية بالحجاب الإسلامي نحن بعد الربيع العربي بمدينة طنجة نعيش اليوم الخامس للمهرجان 13 للسينما وأغلب الأفلام المعروضة فيه تشوه الإسلام وتتهمه بالإرهاب الغرب يفاوض المسلمين ويقولنا لابد من التفاوض مع هؤلاء الذين اختارهم الشعب لأننا لو لم نتفاوض معهم زيد لجاءنا إرهابيون وهذا ما زال في المغرب المواضيع التي تتناولها السينما والتي عرضت لحد الآن ومن بينها فيلم المغضوب عليهم يصور الإسلام باش أنه دين الإرهابيين الاستئصاليين شوه الحدود الإسلامية وشوه الدعاة إلى الله تعالى أنا أتحداكم يا أهل السينما والفن أن تتحدثوا عن الإرهاب الحقيقي بالأمس فقط قام الصهاينة بالقبض على رئيس الشرعية ممثل الشرعية الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وهو غادي يضيف حبابه تكلموا لنا الآن في الفيلم لأنتم رجال على هذا الإرهاب تكلموا لنا عن الإرهاب الصهيوني الذي دمر المساجد فيما يسمى بالرصاص المصبوغ تكلموا لنا على ما فعلت أمريكا في غوانتانامو أو ما فعلت في سجون أبي غريب أو ما فعلوا عياذا بالله في أفغانستان شتوا ولا ما شتوا الصورة الأخيرة ولا ما شتوهاش في أفغانستان شتوها ولا ما شتوهاش وشتوها ولا ما شتوهاش شتوها ولا ما شتوهاش الجنود الأمريكان يتبولون
على المسلمين القتلى، قتلوهم وتبولون عليهم. ولا هذه ما تستحقش منكم نظرة ياك؟ ماشي قتلوا، القتيلة ما كناش نهضروا عليها، ولا الدم المسلم هو أرخص دم على وجه الأرض. الآن تصور وكيقول لك هكذا، إنهم كانوا يعلمون أنهم يصورون لحظة التبول عليهم، أي أنهم يقومون بهذه الجريمة اللا إنسانية بكامل وعيهم، ويريدون تصويرها وإشاعتها في العالم لكي ينفسوا عن حقدهم الدفين على هذه الأمة. يوا يلا تكلموا لنا في يوا تكلموا لنا، ديروا لنا في هذه الأفلام وريوا لنا الجنود الأمريكان يتبولون على المسلمين. ولكني اللي باعقلبوا غير باعقلبوا، باعقلبوا ليهم وباع فكروا ليهم، واصبح عنده عامل ألوان في العين، لا ينظر في المسلمين إلا كل حقير قول أو فعل أو ممارسة، ولا يرى في أعداء الأمة إلا كل خير. صلى الله العفو والعافية. ولذلك أنا نقول لأصحاب السينما في هذا المهرجان تاع الآخر، إلا كنتوا رجال أعرضوا علينا في أفلامكم حقيقة الإرهاب الواقع على الأمة. الأمة تذبح، واش عمرو شتو أمة محمد صلى الله عليه وسلم راه تمشي تهجم على الأمريكان ولا هجمت على شي بلد أوروبي؟ يا كل شيء الهجومات إنما تستهدف الإسلام، في إنسانه يقتل، في عقيدته يشوهون القرآن ويسبون رسول الله، في أرضه أرضه تنتهك. كيفاش شكون يسمى بقى لنا غير المسلمين؟ واش من إرهابيين؟ المسلمين مساكين راهم ياكلوا الدق وصابرين، والسلام عليكم. وصلى الله تعالى على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.